طيب محمد، انت ماشي تعاونت مع سجاد العلا في اغنية عايش بيك، قول لي ازاي اتفقتوا على تقديم صح. الاغنية وهل ليها قصة خاصة؟ صراحة هي قصة خاصة، ما أقول هاي الأغنية، بس إحنا دائما يعني من نقعد نحاول نسوي ألحان جديدة، نسوي كلمات جديدة، نسوي أغاني جديدة. فمرة من الأيام دزلي توزيع معين وغناني عليه شوية، بعدين صرنا كتبنا الكلمات عند شاعر، بعدين صرنا نلحنها أنا ويا سوية، نعدل على اللحن ما أعرف إيش، طلعناها بهاي الصورة والحمد لله إنه نجحت ولاقت إعجاب الجمهور. الحمد أكيد لله. الحمد لله. الحمد لله. طب محمد، أنا كذا عندي سؤال فضولي شوي، يعني أنت إلى الآن ما تسمي نفسك مطرب وتقول إنه الغناء هواية بالنسبة لك، فيعني خدني على قد عقلي، كيف شخص يكتب أغاني بنفسه وهو المسؤول يعني عن ترويجها ويوصل لكل ذا الانتشار وللحين بيسمي نفسه إنه هو هاوي ومو محترف؟ ببساطة لأنه الغناء هي هواية، أنا ما متخذها بشكل أساسي، لأنه هي في الحقيقة والواقع أنه الغناء أنا هوايتي، تمام؟ أما بالنسبة لأنه أنا محترف أو مو محترف، لأنه هسه صراحة أي واحد يطلع يقدر يقول عن نفسه أنا محترف وأني كذا وأني كذا، وأنا أعتقد هذا الشيء غلط، لأنه الوحيد اللي يحدد أنت شغلك احترافي أو لا هو الصورة اللي يطلع بها العمل والجمهور، الرياكشن تبع أكيد. الجمهور هو اللي راح يحدد أنه أنا محترف أو هاوي. حلو، حبيت جوابك. أنت محترف. طيب قبل ما نرجع بالزمن لورا، خلينا نقرب لقدام واسألك شو في بعد عايش بيك؟ بعد عايش بيك صراحة محضرين، دا حضر العمل مخيف، عمل صعب راح يصير علي، أول مرة أجرب هيك الشيء، لأنه راح أسوي أغنية باللهجة المغربية. حلو. ومثل ما تعرفون أنتوا اي مثل ما تعرفون اللهجه المغربيه جدا صعبه علينا، صعبة. يعني كلش مختلفه وبعيده، بس لحد الان دا ادرب على الكلمات ودا اشتغل ويا الموزع، موزعين مغاربه محترفين، وان شاء الله يطلع الشيء لو زاوي على قولتي انما ممتاز ان شاء يلا الله. محمسين بالزاف. محمد، انت إن بدات شاء الله. بصناعه إن شاء الله. بدات بصناعه المحتوى على اليوتيوب من حوالي تقريبا سنه ونص، ايه اللي حمسك تدخل صح. المجال ده، ويعني ايه الافكار اللي كانت بتبقى انت خايف منها قبل ما تدخل عالم اليوتيوب؟ صراحة مش خايف من أي أفكار، أنا فكرة الخوف أصلاً شايلها من بالي، بس بالنسبة اللي حمسني، أنا من أنا وصغير عندي هوس بالتكنولوجيا والكمبيوتر، ومن أنا وصغير أصلاً أول ما جبت الكمبيوتر على البيت تعلمت على الفوتوشوب، تعلمت على المونتاج، كنت أدور بالمواقع وأبحث، يعني بوقت فراغي أنا الشباب يعرفوني أنه دائماً أسوي يعني أشوف برامج تعليمية. فهنا أنا بروسيا الشتاء طويل، وبالشتاء هنا يعني وقت فراغ هواية وما نقدر نطلع هنا خصوصاً بروسيا لأن الجو بارد، صح. فعندي كان هواية وقت فراغ استغليته وسويت بيه محتوى صراحة والحمد لله نجح. برافو عليك. يا سلام. طيب محمد، خلينا كذا نروح على الشيء اللي أنت درسته، يعني أنت طالب هندسة مدنية، فنبغى نعرف كيف صح. كان موقف أهلك لما شافوا أنه اهتماماتك بدأت تبعد عن دراستك اللي درستها؟ صراحة بالبداية كان بعض المعارضات بالبداية، أنه لا اليوتيوب راح يبعدك عن كل شيء، اليوتيوب هذا الشيء غلط، اليوتيوب كذا 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 كذا، حالي يعني أي أهل ثانيين، بس الحمد لله أنه بالآخر اقتنعوا، وخصوصا من بعد ما شافوني دا أنجح بالمجال اللي أنا بي، والحمد لله أنه أهلي مو من النوع القافل كلش، أنه أوكي سبورت صح يعارضون، بس انه بالاخر يتفهمون، تمام؟ فتفهموا على وضع بالاخر وخلاص مشوا على ماي مثل ما يقول، انه خلاص اللي تريد اسويه. ثانيا انه انا ما مأثر بشكل كبير على الدراسه، لان مثل ما قلت لك وقت فراغ كوم اكو عندي هنا خصوصا بالشتاء، فما اعتقد ذاك التاثير الكبير اللي بيصير على دراستي. جود. طيب بما اننا بنتكلم يا محمد عن نجاح اليوتيوب، اللي كلنا بنعرفه ان اليوتيوب وتيك توك مدخلهم المادي حلو، عاوز اعرف منك وبكل طيب. صراحه، تمام، مش هقول لك بتاخد كام من اليوتيوب، لا مش هو ده السؤال، انا عايز اعرف هل ممكن تقول في نفسك كده ما بلاش تعب ودراسه ويلا اليوتيوب حلو؟ اليوتيوب اوكي يعني هو بيه شغل، بالنسبه للتيك توك انا لا، تيك توك انزل مقاطع بس للشباب يعني للمتابعين لحتى يتونسون بها، اما بالنسبه لليوتيوب انا اعتبره مشروع غدار، لانه يعني ابسط الامور، الاوضاع اللي صارت حاليا في روسيا انحضر عندنا كل شيء، هسه انا دعت وياكم عن طريق الفي بي ان، فهيك سوالف ما يصير واحد يعتمد اعتماد كلي على اليوتيوب، لازم واحد بالاخر يفتح شغله الخاص والبزنس الخاص به. اما هو كشغل يعني اوكي هو يمشي امر ويطلع شيء حلو، بس بالاخر يعني مو فد شيء واحد يعتمد عليه، لانه لازم حاجة تفتح أساسية. بالاخر البزنس الخاص بك اي بالضبط، لازم تتم يعني بالشغلات الاحسن اللي هي تكون على المستقبل البعيد مو الحاضر بس. مزبوط، اصلا الدنيا كثير عم تتغير هلا وخاصه بالسوشيال ميديا. طيب محمد، انت من 5 اشهر خدت تجربه الغناء واصدرت اول اغنيه لك،
مين أول شخص سمعته غنيتك وهل في حدا نصحك ما تغني؟ هذا السؤال حلو. بالنسبة للأشخاص اللي نصحوني ما أغني، شوف هو أو يعني أي واحد لما يريد يبدي بأي شغلة هو يحبها أو حتى لو كانت أي شغلة دائما يلقى معارضات وأصدقاء بيمزحون عليه، أهله الكل الكل إنه أنت إيش قاعد تعمل، إيش قاعد تسوي، بطل، هاي مو شغلتك، ما أعرف إيش. مرة مرتين ثلاثة أربعة من أول أغنية نزلتها أنا، بس تصحيح مو قبل 5 أشهر، هاي قبل 5 أشهر أول أغنية على قناة الميوزك. أنا منزل أول أغنية إلي قبل سنة ونص على قناة الأساسية، عندي 5 أغاني بالقناة. أي والأغاني إذا نشنا أيضا جايبات 4 مليون 5 مليون، يعني مو مساية. أي فأول أغنية سويتها كان طلب من المتابعين إنه سويت الأغنية بوقتها، لحنها وكتبها كان صديق سابق، كتبناه وسويناه المتابعين. من بعدها من ثاني أغنية بلشت أنا ألحن وأنا أكتب وأنا اللي أسوي الأجواء يعني كلياتها، والحمد لله صاروا ينجحون الأغاني. لذلك قررت أفتح قناة ميوزك. طيب يا محمد، باقي عندنا لسه أسئلة كثير بس بخليها لبعد. لا خذ راحتك، أريدك تأخذ راحتك أنا اليوم، أريدك تأخذ راحتك. خليك لا تتحرك. أوكي واصل وراجعين. أوكي يلا حبيبي.